طبعا التشكيل برضو مش هيخرج عن مش هيبقى فيه تغيير كبير، لكن هيبقى باستثناء حارس المرمى. هو حارس المرمى عنده انس الزنيتي وهو ده عنده لسه الاصابه، هيبقى محمد ابو عميره هو في حراسه المرمى، لكن خط الدار زي ما هو هيبقى عبد الاله مدكور ناحيه اليمين، ناحيه شمال فابرس النجاه، برضو قلب الدفاع هيبقى بدر بانون والياس حداد، هو ده خط الدار اللي لعب المباراه الاولى. نص الملعب برضو العرجون وفابرس نجومه الاثنين نص الملعب، وبيلعبوا بالثلاثه طبعا اللي تحت الفيرود هيبقى عبد الاله حفيظ ومحسن متولي وسفيان رحيمي ومالونجو، هو هيبقى الفرود الصريح. خطورة فريق الرجاء كانت موجودة في المباراة الأولى في مباراة الذهاب في سفيان رحيمي. يعني سفيان رحيمي هو كان مشاغب وكان عامل شوية خطورة وكان متحرك كتير جدا وكان دايما كان بيخش 18 كتير جدا، لكن الخطورة اللي كانت متمثلة أو مفاتيح اللعب اللي أنت كنت قلقان منها كنادي الزمالك المتمثلة في عبد الإله حفيظ اللي يعتبر هداف الفريق ومحسن متولي كانوا بعيدين تماما عن مستواهم الكبير اللي كان بيأدوا فيه في الدوري. عشان كده كانوا بيسقطوا كتير قوي في نص الملعب، عشان كده الشوط الثاني اتغيروا. التغييرات دي اللي عملت تنشيط للنواحي الهجوميه لفريق الرجاء المغربي، لكن كل التركيز في فريق الرجاء ان هم بيعتمدوا على الجناحين، ان هو على عبد الاله حفيظ وعلى سفيان رحيمي في كرات التحضير لبدر بانون. لكن هو هنا في نقطه مهمه جدا، انت قفلت على بدر بانون، ودي كانت فعلا كان ذكاء من باتشيكو انه قفل على بدر بيزيد في نص الملعب لانه فوتبولر بيلعب كوره وبيزيد بالكوره بتاعته وابتدي يزيد مع نص الملعب وابتدي يوزع اللعب سواء ناحيه الرايت او ناحيه الليفت. لكن مصطفى كنت تلاحظ في مباراه الذهاب ان مصطفى كان قافل دايما على بدر بانون انه ما يتقدمش. كان الياس حداد هو اللي دايما فكرك بمين بدر بانون ده في طريقه اللعب يا كابتن؟ بدري ممكن تلاقي اشرف قاسم، ممكن تلاقي هاني رمزي، ممكن تلاقي عماد النحاس نفس يعني الاسلوب ده قبل كده الله يرحمه ابراهيم يوسف يعني إبراهيم. اللعيبه دولت كانوا لعيبه كوره، فبتلاقيهم بيمسكوا كوره وبيبتدوا يزيدوا ما تقلقش يعني اللعيبه اللي زي كده بيبقى الفرق بتبقى محتاجاها كتير يا كابتن. بس انت كمان انت بيبقى في عدد بيبقى في الدفاع وفي حد بيقدر يبدا هجمه. يعني ما يبقاش مثلا قلب الدفاع الاثنين بتبقى كورتهم قليله، لا بيبقى في واحد مثلا بيبقى بيدافع وبيقطع بشكل قوي جدا، وتلاقي الراجل التاني اللي هو السويبر دوت بيبتدي بيلاعب الفرقه من تحت وبيعمل العمق الدفاعي بشكل كويس جدا. ده موجود في بدر بانون. كمان الزياده بقى يعني بدر كمان يشبه محمود علاء، يعني الاثنين في النواحي الهجوميه الشق الهجومي في الجزء في الضربات الثابته الضربات الثابته الكورنرز الحاجات دي كلها بيطلعوا يسجلوا بشكل كويس جدا بدر بانون. دي الخطوره ودي خطوره الرجاء. يعني خطوره الرجاء ان هم تركيزهم كله ان في الاطراف، ان هم بيركزوا قوي، يعني لازم يبقى في تركيز قوي، وهم لعيبه الزمالك حافظين ده كويس قوي ان الخطوره في سفيان رحيمي. محسن اعتقد ان محسن متولي وعبد الاله حفيظي اللي كانوا بره مستواهم الفني في المباراه الاولى، اعتقد المباراه دي هيبقوا حاضرين بشكل قوي يعني في ادائهم، لانه في المباراه الاولى كانت عندهم اخطاء كبيره قوي ان كان بيسقطوا نص الملعب. هنا الدور بقى مع عوده محمود علاء وعوده الونش كابتن، التعامل ازاي بقى في ان انت هتبقى متحفظ جدا في فكره ان ما يخش في الجول طبعا لا قدر الله حصل حاجه زي كده، ازاي التعامل بقى من لعيبه نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك في على مدار المباراة سواء بقى من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90 يا كابتن؟ النقطة المهمة جدا في المباراة ديت ان مباراة الذهاب، بس هنقول للناس نفهم في ان انا وانا بلعب مباراة الذهاب ببقى انا الى حد ما نسبة 60% بيبقى عندي الواجب الدفاعي بيبقى اعلى، وال 40% بتبقى صحيح ان انا بشتغل في الجانب الهجومي بشكل قوي جدا، لكن الارتداد بيبقى سريع وكله بيبقى تحت الكورة بعمل التنظيم الدفاعي ده. ودي على فكرة باتشيكو ان هو اللي بيقدر ان هو يلدغ او يسجل وبعد كده بيبتدي يقفل بشكل خصوصي، وده اللي حصل في المباراه الاولى. انت المباراه بتاعت بكره انت بتلعب على ملعبك فلازم تهاجم، فهتتوجد المساحات زي ما كان الرجاء بيهاجم وتوجدت المساحات عنده مزبوط. فانت هنا لازم تلعب بالتوازن، يعني ان هنا هيبقى في تكليفات، يعني هيبقى في التزام وصرامه قوي في الجانب الدفاعي من عبد الله جمعه ومن الونش ومن محمود علاء ومن حازم ومن طارق ومن الفرجاني. وقبل ما باكد على دول بشكل كبير جدا، اللي منجح نادي الزمالك في الجانب الدفاعي القوي جدا هم زيزو بن شرقي واوباما ونجم وشيكابالا ومصطفى محمد اللي هم بيقوموا بالدور بتاعهم اللي هم القوه الضربه الهجوميه، لان هم بيقوموا بالدور الدفاعي 10 على 10. ده كان قبل كده ما كانش موجود، لكن دلوقتي بقوا بيعملوا ارتداد سريع جدا وبيبقوا كله تحت الكوره وبيبتدي يبقى في عمليه الضغط ده بشكل كبير جدا. فالتوازن ده مهم جدا. التوازن بمعنى ايه يا كابتن؟ يعني انا مثلا عدد اللاعبين المهاجمين في وقت من الوقت لازم يوصل لكام عشان اقدر احقق النتيجه الايجابيه
وفي نفس الوقت كم عدد من اللاعبين المدافعين عشان يعني احقق برضو النتيجه الايجابيه في فكره الدفاع؟ عدد المهاجمين نفسه بيوصل لخمس لعيبه، خمس لعيبه بيهاجموا وممكن كمان يبتدي يزيد مثلا لاعب كمان باك ظهير بالاثنين يكمل بشكل كويس. يعني انت بتخلي دايما طارق حامد يثبت، ساسي بيسبقه شويه كمان، لكن بيثبت محمود علاء، بيثبت الونش، بيثبت عبد الله جمعه لو حازم زاد، يعني ما بيزدوش الاثنين، لان لو اثنين زادوا، لو حازم زاد وتقدم يعني الهجمه من ناحيه حازم، عبد الله يضم، يبقى مين اللي هيثبت؟ اللي هيثبت ويبقى اسمهم موانع. الموانع دول اللي هم الدفاع اللي بيمنعوا الهجمه، هي هجمه مرتده بالظبط، اللي هم هيبقى عبد الله جمعه، هيبقى الونش، هيبقى محمود علاء، هيبقى طارق حامد. فده خمس لعيبه كده رباعي، وساسي كمان في نص الملعب بيعمل عمليه ايه، عمليه الاسيست اللي بيشتغله كصانع لعب، بيبتدي يوزع لعب بشكل كويس جدا. ده مهم جدا. اللي بيساعد كمان اكتر في ده ان انت بتقدر تلعب على نفس المنوال، على نفس الطريقه ونفس النهج، في حته كمان ان انت بنطلع بنزيد مع بعض، لكن لما بنفقد كوره بيبقى عندك حلين مهمين جدا. الضغط من مكان قطع الكوره، يعني بيبتدي مصطفى محمد بيضغط ومعاه زيزو كمان، وبيكمل معاه كمان، بيكمل بن شرقي، وبيضم كمان شيكابالا او نجم لو موجود، يعني الضغط من مكان قطع الكوره، او الارتداد السريع وبلعب في تلتين ملعب، يعني من قوس نص الملعب وابتدي انا اقفل ملعبي، لان انا مش عايز ادي مساحات لفريق الرجاء، لان فريق الرجاء مش عشان احنا نروح الزمالك كسب هناك 1-0 وما كانش بيلعب بالتشكيل الاساسي، وان الرجاء كان بعيد عن مستواه 60 دقيقه، لا عندهم مفاتيح لعب، وعندهم سرعات، وعندهم مهاره، وعندهم قدره تهديفيه، يعني متمثله في محسن متولي، عبد الاله حفيظي، مالونجو، سفيان رحيمي، كل دول مصادر خطوره بشكل كبير جدا، بالاضافه كمان للكرات الثابته. يعني هنا حتى دي اهم حاجه كابتن، اهم حاجه فكره الكرات الثابته، وانك ما توصلش انك تعمل فاولات على ال 18 بالنسبه لفريق الرجاء اللي يقدر يستغلها، او حتى عدد من القران اللي ممكن يعني ده مهم جدا انك تمنع الجزئيه دي، انك تمنع الجزئيه دي مش من التلت الهجومي او الدفاع عندك انت، ده الكلام ده يبقى من نص الملعب، نص الملعب يعني انت ما تحاولش ان انت تفتح مساحاتك عشان هم يوصلوا، تديهم المساحات يوصلوا 18، ممكن بقى انت عارف الشغل بيبقى شمال افريقيا اللي يقدر ياخدوا فاول على 18، وعارفين ان هم بيجيدوا كرات من بره 18، ياخدوا كورنرز كتير مثلا، تبقى مشكله في الاطوال موجوده، مالونجو ده بيلعب بدماغه كويس قوي، بدر بانون ده بيلعب بدماغه كويس جدا، تبقى مشكله على نادي الزمالك. لكن انا بتكلم ان نادي الزمالك من بدايه اللعيبه اعتقد ان هم عندهم الاصرار وعندهم الرغبه وعندهم الحماس ان هم يعملوا مباراه كبيره، يعني يكونوا ان اليوم ده يبقى يومهم في هذه المباراه صعبه، واللعيبه ان شاء الله قد المسؤوليه، عند ثقه في الله وفي اللعيبه بشكل كبير. ممكن لعيبه نادي الزمالك بتفكر انها تلعب النادي الاهلي، فكره اللعب النهارده مثلا تصريحات للمستشار مطلع منصور اثناء الاجتماع مع اللاعبين، ان هم بيقول للاعبين ما تفكروش ان انتوا تلعبوا النادي الاهلي دلوقتي، انتوا عندكم مباراه الاولى، هل في ده ممكن يحصل يا كابتن ان انا ابقى تركيزي ان انا خلاص وصلت للمباراه النهائيه، ده ممكن ياثر؟ لا خالص، انا على فكره وانا بتكلم مع اللعيبه خالص ما بذكرش المباراه النهائيه تماما، انا بذكر ان انا لازم بحقق، انا ماشيين خطوه بخطوه، وان احنا في حلم احنا عايزين نحققه يبقى حقيقي، الحلم دوت ان انتوا تدافعوا عن نفسكم، ان انتوا تحققوا البطوله، فلازم من ماتش الرجاء دوت. لكن لو انا فكرت ان احنا خلاص وصلنا وان احنا تاهلنا، لا، الامور ممكن تيجي عكسيه. لعيبه الزمالك مش سذاجه دوت، لكن اعتقد ان كلام المدرب مع اللعيبه وكلام المستشار مع اللعيبه ان هو بيحفزهم، وزي ما انت ذكرت برضه ان هو عنده جانب معنوي كبير او بيعليهم، وهو عارف والكلام ده عاشه كتير او مع اللعيبه ورد الفعل منهم، وبعدين هو دايما بيبقى فيه وعود، يعني هو بيكلمهم في حاجه وبيوعدهم لو انتوا في المباراه حصل كذا انا يعني دي اشياء على فكره مهمه جدا، بتبقى مهمه بالنسبه لي، انت فاهم طبعا. طيب اسمح لي برضو ناخد